اهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات التعليم الفني مع حلقه جديده من ماده التخطيط، تعريف ماده التخطيط واداره الانتاج وايه الهدف منها لقسم الملابس الجاهزه. ماده التخطيط ودراسه واداره الانتاج دي ماده احنا بندرسها في الصف الثاني والثالث، وتعتبر ماده متكامله من خلالها طالب التعليم الفني بيقدر يعرف الهدف بتاعه، يعرف يحدد وظيفته، يعرف الهدف من الموارد البشريه ايه، وظيفتك داخل المصنع او الشركه اللي هتشتغل فيها، لما اروح اقدم الوظيفه هقدم في انهي وظيفه بالظبط، ازاي اقدر اعمل سي في لنفسي واعمل واحضر مقابله انترفيو، ازاي لما يبقى في وظائف كتير قدامي اختار الوظيفه الصح اللي تناسبني، ايه هي القدرات اللي انا محتاجها علشان اقدر ابقى موظف فعال او عامل جيد فني، ايه هي التدريبات اللي انا محتاجها، ايه الكورسات اللي انا محتاجها. كل ده الطالب بيعرفه من خلال مادة التخطيط وادارة الانتاج. نشتغل مع بعض. اول حاجة هنبدأ فيها هنتكلم عن مقدمة عن الايه المادة. طبعا احنا بنقول ان صناعة الملابس الجاهزة هي من الصناعات الهامة جدا اللي بتنميلي كوادر للتعاملين التعليم الفني، وبتساعد على المنافسة داخل السوق، وبتزود من خلالها الصناعات النسجية في ايه في مصر. طبعا النظام الانتاجي بيتكون من شقين اساسيين، هما الشق المادي والشق الغير مادي. يعني ايه الشق المادي والشق الغير مادي؟ الشق المادي هو عنصر الانتاج من المستلزمات المادية والبشرية ووسائل النقل والتخزين المستخدم، يعني اللي هي الوسائل اللي انا بستخدمها اللي من خلالها بقدر احدد الانتاج بتاعي، او اللي من غيرها ما اقدرش اطلع انتاج. يعني انا من غير العامل او من غير الموارد البشرية ما اقدرش اطلع انتاج، من غير الخامات والمستلزمات المادية ما اقدرش اطلع انتاج، الوسائل النقل والتخزين المستخدمة ما اقدرش اطلع انتاج، وكذلك المخرجات من السلع التامة الصنع والنصف مصنعة وغيرها. الشق الثاني هو الجانب غير المادي، والذي يمثل في نظام التخطيط والرقابه على العمليه الانتاجيه. يعني الرقابه اللي انا بحطها على الانتاج بتاعي، بحيث ان انا ما الانتاج بتاعي يطلع جيد ويطلع بمستوى عالي جدا. يهتم هذا الجانب طبعا بتوجيه وتنسيق استخدام عناصر الانتاج الماديه والبشريه لتحويلها الى منتجات صالحه للاستخدام، وذلك من خلال النظام المادي للانتاج. يعني انا من خلال النظام الايه المادي للانتاج ده بقدر احاول اوصل للايه التنسيق واستخدام العناصر واقدر اطلع منتجات صالحه للايه للاستخدام. اهداف ماده بقى التخطيط، الاهميه الكبيره طبعا لنظم واساليب تخطيط الانتاج، وخاصه في ظل الانتاج الضخم، لذلك تم استخدام هذه المادة ليكون لدى الطالب الخلفية العلمية لنظم الإدارة والإنتاج. يعني لازم الطالب يبقى عارف إيه هي نظم الإدارة والإنتاج في مصانع الملابس الجاهزة أو في ورش الملابس الجاهزة. نيجي للرؤية، بناء كوادر بشرية قادرة على استيعاب والتعامل مع متطلبات العصر والتطور التكنولوجي السريع. طبعا احنا عارفين ان التكنولوجيا دخلت في مصانع الملابس الجاهزة، دخلت في الماكينات، بقى في عندي ماكينات بالكمبيوتر، عندي اجهزه بالكمبيوتر، فلازم يكون الطالب بتاع التعليم الفني يكون متدرب تدريب عالي جدا على الماكينات دي، ويعرف انواعها ايه ووظيفتها ايه وبتشتغل قد ايه وبتطلع انتاج قد ايه. لازم يكون عنده خلفيه كبيره عن الايه التطور التكنولوجي اللي موجود في السوق عشان يقدر يواكب سوق العمل. تخريج عماله فنيه ماهره مدربة على التكنولوجيا لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث لتواكب تطورات ومتغيرات سوق العمل. الرسالة، ايه هي الرسالة اللي بتأديها المادة؟ تقديم مادة علمية متميزة لطلاب التعليم الصناعي قسم الملابس جاهزة، تعتمد على الابتكار والإبداع والتميز لمواكبة التطور التكنولوجي. الأهداف، ايه هي بقى الأهداف الأساسية من تدريس مادة التخطيط؟ التعرف على معنى تخطيط الانتاج واهميته واسسه. يعني ايه هي، يعني ايه تخطيط انتاج، ويعني ايه اهميته، ويعني ايه الاسس بتاعته.
التعرف على الهيكل الوظيفي داخل مصنع الملابس الجاهزة. هل في هيكل وظيفي داخل مصنع الملابس الجاهزة؟ اه طبعا في هيكل وظيفي داخل مصنع الملابس الجاهزة. وهي وظيفة كل هيكل، انا عندي بيبقى من مدير لمسؤول خط انتاجي، من عمال، من موظفين، من موارد بشرية، كل ده بقول عليه الهيكل الوظيفي. التعرف على اقسام مصنع الملابس الجاهزة. التعرف على تخطيط العمل بصالة التشغيل لمصنع الملابس الجاهزة. نيجي بقى لإيه؟ للمنهج. إيه هو المنهج اللي هيتم تدريسه الأول في الصف الثاني؟ أول حاجة الباب الأول تخطيط الإنتاج، ده اللي هي عنوان الباب تخطيط الإنتاج. الباب ده فيه إيه؟ فيه أول حاجة تعريف الخط الإنتاجي. هو إيه؟ هو المفاهيم الأساسية المتعلقة بنظام تخطيط الإنتاج إيه؟ المادي. مفهوم تخطيط الإنتاج، نشاط تخطيط الإنتاج هو النشاط المسؤول عن القيام بالعمليات اللازمة لانسياب العمل والنشاط داخل مواقع الإنتاج المختلف. أهمية تخطيط الإنتاج هل الإنتاج ليه أهمية؟ أه طبعا. وظائف تخطيط الإنتاج، إيه هي وظائف تخطيط الإنتاج؟ إيه هي أسس تخطيط الإنتاج؟ العوامل المؤثرة على قرارات تخطيط الإنتاج. الاطار التنظيمي لوظيفه تخطيط الانتاج. احنا لو خدنا بالنا ان الباب ده كله بيتكلم على الايه؟ الوظيفه والهيكل الوظيفي، يعني انا من خلال الباب ده اقدر اعرف ايه؟ اقدر اعرف ازاي اوصل ان انا ابقى ما اجي اشتغل في مكان هبقى فين؟ هشتغل في انهي مكان بالظبط؟ ابقى محدد الهدف بتاعي، انا مكاني في المكان ده، يبقى المكان ده محتاج مني ايه؟ محتاج مني دورات، محتاج مني تدريبات، محتاج مني مهام وظيفيه، ايه هي الامكانيات اللي انا اقدر اقوي بيها نفسي، ايه هي الامكانيات اللي انا اقدر اساعد بيها نفسي، ايه التدريبات اللي انا محتاجها، اعمل ايه؟ ابني ذاتي. ابني ايه؟ ابني ذاتي عشان اقدر اوصل للايه؟ للوظيفه اللي انا ايه محتاجها. نكمل مع بعض. اهميته طبعا بعد كده عندي أسس تخطيط الإنتاج، وهندخل على الباب الثاني خطوات تنفيذ المشروع الصغير. طبعا في الباب ده احنا هنشرحه بالتفصيل ازاي اقدر اعمل مشروع صغير، وفي الحلقة الجاية ان شاء الله هنشرحه بالتفصيل ازاي اقدر اعمل مشروع صغير. ده بالنسبة لكم بقى كايه؟ لو انا عايز ابدأ اعمل مشروع، ايه انواع المشاريع اللي موجودة؟ في مشروع صناعي، مشروع صناعي، مشروع تجاري، مشروع خدمي. ايه هي الاماكن اللي بتمولني، اللي ممكن تمولني المشروع؟ ازاي اقدر اعمل المشروع بتاعي؟ ازاي احسب تكاليف المشروع، تكاليف المنتج اللي انا هعمله؟ ازاي اختار المكان اللي اعمل فيه المشروع؟ كل ده هناخده بالتفصيل ان شاء الله في الحلقة القادمة. اشهار المشروع، ازاي اعمل اشهار للمشروع؟ التمويل، نظام الاداره داخل المشروع، التسويق، ودي مهمه جدا. طبعا احنا عندنا مشكله في المشاريع ان احنا معظم الناس اللي بتعمل مشاريع ما عندهاش فكره عن التسويق، ولا ازاي اسوق المشروع بتاعي، واختيار كمان المكان ده بيبقى عامل من عوامل التسويق. ندخل بقى على الباب الثالث، الهيكل الوظيفي داخل مصانع الملابس الجاهزه. يعني الهيكل داخل المصنع، المصنع ده متقسم ازاي داخل الايه؟ داخل متقسم ازاي؟ الحجرات بتاعته ايه؟ الاقسام بتاعته ايه؟ هل كل قسم ليه وظيفه، ليه مدير، ليه مراقب، ليه عمال؟ كل ده انا بعرفه ده من داخل الهيكل الوظيفي داخل المصنع. طبعا نظام الهيكل الوظيفيه، معايير اختيار الهيكل الوظيفي المناسب للمصنع، وده مهم جدا. انا الجزء ده بيعتمد تماما على التوظيف، ازاي انا اشتغل داخل المصنع واحط نفسي في انهي هيكل، ده مهم جدا. هيكلة الاشراف والسلم العمالي، انواع الادارات داخل المصنع، ده نتكلم عن الهيكل الوظيفي. نيجي بقى للباب الرابع، اقسام مصنع الملابس الجاهزه. ايه هي الاقسام داخل مصنع الملابس الجاهزه؟ قسم الفحص والفرد وايه والقص. يعني انا دلوقتي بفحص القماش، هفرد القماش عشان اقصه،
هقص القماش، ده اسمه قسم ايه؟ قسم الايه؟ الفحص وفرد ايه؟ وفرد والقص. يعني بفحص القماش الاول قبل ما استخدمه، اشوف القماش ده صالح ولا غير صالح، بشوف الفرد، طبعا بفرد القماش بالطريقة الصحيحة على ترابيزات الفرد، بستخدم طبعا اجهزة الفرد، القص طبعا بقص حسب الباترون اللي بيتحط لي، اللي هو التعشيق اللي بيتحط على طبقات القماش، وبستخدم حسب المقص اللي هستخدمه سواء مقص مستدير او مستطيل او ايه المنشار. نرجع مع بعض. قسم التشغيل اللي هو الحياكة والتشطيب، طبعا ده القسم اللي بيبقى فيه الخط الانتاجي، يعني انواع الماكينات الموجودة في الخط الانتاجي اللي هي ايه عشان انفذ بيها المنتج. التشطيب اللي هي الكي والتغليف والتعبئة، تشطيب المنتج من الفتل من وتركيب الازرار، دي بقول عليها قسم التشطيب. طبعا الكي ان انا بكوي المنتج وبعلقه او بكيسه حسب ايه؟ حسب نوع المنتج اللي موجود قدامي. نكمل مع بعض. قسم التغليف والتعبئه، طبعا التغليف والتعبئه ده بعد الكي، يعني بعد ما بكوي المنتج بعمل ايه؟ بغلفه واعمل له تعبئه. يا اما في منتجات بعلقها وفي منتجات بكيسها، بحطها جوه ايه؟ كيس وبكيسها وبغلفها. يبقى حسب نوع المنتج انا بعمل ده، يا اما بعمل يا اما بعلق المنتج يا اما بعمل له ايه؟ تغليف. ده حسب نوع المنتج. نكمل مع بعض. الباب الخامس، تخطيط العمالة بصالة التشغيل لمصنع الملابس الجاهزة. ايه ده؟ يعني انا بعمل تخطيط لايه؟ للصالة، يعني انا بوزع العمالة داخل صالة التشغيل. طب بوزع العمالة داخل صالة التشغيل دي ازاي؟ طبعا انا بحدد حسب المنتج اللي انا هنفذه، بحدد من خلاله الايه الماكينات الموجودة في ايه في الصالة. يعني انا بحدد كم ماكينة سريعة، مثلا عندي 6 ماكينات سريعة، عندي ماكينة عراوي، ماكينة زراي، ماكينة اوفر 3، ماكينة اوفر 5، ماكينة اوفر 4، كل عدد العمال اللي موجودة على كل مكنة ايه؟ ما في مكنة عراوي، في مكنة زراير، في مكنة لفق، في مكنة تركيب استك، كل ده انا بحطه داخل ايه؟ داخل الورشة بتاعتي. فبحدد من خلال الصالة بتاعة التشغيل عدد العمال اللي موجودة. نشوفها مع بعض كده. طريقة وضع الآلات لتسهيل حركة العمل، دي مهمة جدا. ازاي احط اعمل وضع الآلات لتسهيل ايه؟ لتسهيل حركة العمل. يعني انا دلوقتي لما باجي اعمل خط الانتاجي، برسم الخط الانتاجي بتاعي، احنا قلنا الخط الانتاجي بتاعي يبقى اما على شكل حرف L، يا اما على شكل حرف Z، يا اما على شكل حرف U. ليه؟ لتسهيل الحركة وعملية المناولة داخل الايه؟ الخط الانتاجي. تسهيل الحركة وعملية المناولة داخل ايه؟ داخل الخط الانتاجي، بحيث ان انا لما يتم الحركة داخل الخط الانتاجي ما يبقاش فيه عندي مشكلة في حركة العمال، في نقل الخامات من مكنة لماكينة. ده مهم جدا ان انا بحدد ايه شكل الايه الخط الانتاجي. نرجع مع بعض. يبقى ايه قلنا؟ طرق وضع الالات لتسهيل حركة العمل. طريقة تداول المنتج اللي هي المناولة، ازاي هناول المنتج؟ مثلا انا خلصت القطعة اللي انا مطلوبة مني كماكينة وهنقلها للمكنة اللي بعدية، فازاي انقلها للمكنة اللي بعدية؟ طريقة المناولة تبقى ازاي؟ ولازم تكون المناولة طريقة التناقل ما تكونش معاقة للعمل وتكون منظمة. طبعا بيبقى فيه عربيات لنقل المنتج، او بيبقى فيه سبت بعد ما بخلص الجزء بتاعي ده بحط الحاجة كلها جوه سبت مثلا، وبيتنقل ايه يا اما يدوي يا اما الي على ايه الماكينة اللي بعد. دراسة الزمن والحركة لكل عملية من عمليات تشغيل القطع المنتجة، دي طبعا ان انا بقول بحسب الزمن لكل قطعة، كل قطعة تاخد زمن قد ايه وهتتنقل من هنا لهنا في زمن قد ايه. تنظيم خط الانتاج، وده مهم جدا. كده احنا خلصنا الجزء بتاع الايه اللي هو الفكرة العامة عن المنتج بتاعي بتاع التخطيط، وازاي التخطيط عندي مادة التخطيط دي بتساعدني ان انا اقدر اكون موظف ناجح او اختار وظيفة معينة. طب احنا عندنا بعض المشاكل اللي بتقابل الخريجين بتوع التعليم الفني، ان هو بعد ما بيدرس كل المواد دي
بيبقى عنده مشكلة ان هو ازاي يروح يعمل مقابلة، ازاي يعمل مقابلة، ازاي هيلبس ايه، هيكلم ازاي، هيختار وظيفته ازاي، ازاي اختار الوظيفة. يعني بيجي اعلانات كتير، احدد انا من خلال اللي انا بقراه ده ازاي، احدد انا اروح ازاي، اروح اقدم ازاي، طب هلبس ايه، طب اعمل ايه، ده مهم جدا. فاحنا النهارده هنتكلم عن المقابله الشخصيه والانترفيو. طبعا احنا المفروض ان احنا ما درسنا، بعد ما درسنا ماده التخطيط في تانية وتالتة، المفروض ان انا يبقى عندي خبره في الموضوع ده. طب احنا هنساعد بعض بقى في ازاي تقدر تعمل مقابله، وازاي تأهل نفسك للمقابله دي. اول حاجه هنتكلم عنها، هنقول يعني ايه انترفيو وايه هي متطلباته. يعني ايه الانترفيو، ايه هي متطلباته؟ طبعا الانترفيو ده ان انا بروح بيبقى فيه شركة او مصنع بقدم اعلان، وانا بروح بناء عن الاعلان ده بقدم طلب. يبقى هي ايه مطلوبة؟ طبعا ايه، كي يصبح الشخص ناجح ويأتي ايه ثماره. وفي هذا الطرح يتساءل كثيرين بشأن نمط اسئلته، كيف تكون المقابلة مجدية، يعني انا ازاي تبقى المقابلة بتاعتي مجدية، وازاي اتقبل في الوظيفة دي، وهل كفاءتي مناسبة للمؤسسة دي ولا غير مناسبة، ده، وهل عندي خبرة ولا ما عنديش خبرة، ايه هي الكوادر اللي هي الفنية اللي هما ايه اللي بتميزني، يعني هل انا عندي كوادر فنية بتميزني عشان اروح اعمل المقابلة دي ولا لا. اول حاجة طبعا المظهر العام، لازم يكون المقابلة بتاعتي بتعتمد على المظهر، لازم يكون شكلي وانا رايح. بس شكلي وانا رايح بقى المقابله دي حسب ايه؟ حسب نوع المصنع اللي انا رايحه او المكان اللي انا رايحه. لازم اكون قبل ما اروح المكان ده اعمل سيرش، يعني اعمل بحث عن المكان نفسه، ادخل على اسم المصنع او اسم الشركه اللي انا رايحها واعمل بحث عنها، اشوف ايه اللبس بتاعهم، شكله ايه، طريقه التعامل مع بعض ازاي، فكرتهم عن العمل ازاي، بحيث ان انا لما اروح هنا لما اروح المكان ده يبقى عندي المكان ده ايه، ان انا لابس اللبس المناسب للمكان. يعني هل هلبس بدله ولا هلبس كاجوال، ولا هلبس تيشيرت وبنطلون، هلبس قميص وبنطلون. يبقى انا لازم اكون محدد نوعيه المكان اللي انا رايحه قبل ما البس ايه، قبل ما البس اللبس بتاعي. نكمل مع بعض. طبعا في شركات ممكن بترفض الشخص بسبب شكله، يعني المظهر بتاعه بترفضه، ده مهم جدا. انا لازم يكون مظهري منسق وحلو وشكلي نظيف وانا رايح المقابله، يعني بلبس اشيك ما عندي، انضف ما عندي وانا رايح المقابله دي. لان انا الوهله الاولى في دخلتي في الانترفيو دي اللي بيعتمد عليها ايه، ان انا يا اما اتقبل يا اما ايه اترفض. وزي ما احنا قلنا لازم اكون ايه عامل عندي خلفيه كامله عن ثقافه المكان اللي انا رايحه، علشان اعرف هل المكان ده هيقبلني ولا مش هيقبلني، هلبس ايه وانا رايح، بحيث ان انا ما اكونش المكان ده اصلا بيلبسوا افرولات وانا رايح ببدله. يعني اروح مثلا ممكن اروح بكاجوال عادي بنطلون وقميص، ما اروحش ببدله، ممكن اروح بتيشيرت وبنطلون. يبقى انا لازم ايه اكون عارف ثقافه المكان اللي انا رايحه اقدم فيه قبل ما ايه قبل ما اروح. وممكن يكون هو اصلا كاتب في الشروط شرط الحضور بالملابس الرسميه، يعني لازم يكون بدله. يبقى انا لابس لازم اكون ايه لابس بدله. طب البنت تلبس تايير او بنطلون، سواء بنطلون وجاكيت، ده لو هي بنت. طيب لو هي لو المكان مش طالب الا طالب لبس كاجوال، بتبقى جيبه وبلوزه او بنطلون وبلوزه. هنعرف برضو مواصفات اللبس ده في مع بعض كده، وهنعرف احنا ازاي نعمل الانترفيو يكون ناجح بالنسبه لنا. نكمل مع بعض. طبعا انا بعد ما اعمل سيرش واعمل بحث عن المكان، ببقى مجهز ومؤهل ان انا ازاي اروح المكان دوت واعمل المقابله. اهم حاجه بقى هنيجي نتكلم عن اللبس. بنقول بقى طبعا ايه ان افضل حاجه ان انا البس افضل ما عندي، اركز في عين اللي قدامي،
بحيث ان انا احاول اقرا عينيه بتقول ايه. طبعا في التحدث يكون ببطء، ابتسامه بسيطه، مش ان انا ابقى فاتح بقي قوي كده، لا ابتسامه بسيطه. طبعا اتجنب التصنع، لان انا مش عاوز اتصنع، مش داخل ارسم نفسي ولا اتصنع على الناس، لا انا داخل عشان اشتغل. طبعا ايه عشان اقول خبراتي، لو انا عندي خبرات بقول خبراتي بالراحه. ما لو اتسالت سؤال ما اقولش ما اعرفش، يعني ايه احاول اخرج من السؤال بالوباقه، بحيث ان انا ايه ما بانش ان انا مش عارف اجاوب، لا لازم اخرج من السؤال بايه بلباقه. طبعا اول حاجه الخطوه الاولى طبعا احنا بنتكلم عنها هي اللبس. طبعا ايه بقول ان الخطوه دي بتحدد عليها الانطباع الاول من خلال ايه المظهر، يعني من خلال مظهري هو ده الانطباع الاول. وطبعا الشعور بتاعي وانا داخل المقابله بحس ان انا متوتر وخايف، مش عايز الشعور ده يبقى يظهر على ملامحي او على وشي او على طبيعه ايدي، ما تبقاش ايدي بتترعش، ما يبانش عليا ان انا خايف، احاول ان صوتي ما يبقاش فيه رعشه وانا بتكلم، علشان كل ده بيتقاس داخل المقابله، التوتر الخوف الرهبه كل ده تحاول ان هو تكتمه داخليا، ما تحاولش تظهره علشان خاطر ما تترفضش في المقابله دي. نكمل مع بعض. بعد بقى النصايح للبنات، يعني احنا ننصح بعض البنات في اللبس. طبعا احنا طبعا لما البنت لما البنات او السيدات لما تيجي تروح مقابله زي كده، طبعا انت مش رايحه فرح، انت رايحه عشان تشتغلي، فلازم يكون اللبس مناسب للمكان، ما يكونش فيه بهرجه، ما يكونش فيه البلوزه، يعني البلوزه او التاير او البنطلون او البدله اللي هتلبسيها يكون فيها زخرفه او تل او دانتيل او خرز او كلام من ده. لازم يكون اللبس بتاعك يكون فيه رونق، فيه احترام. كمان تسريحه الشعر بتاعك ما يكونش الشعر بتاعك سايب او فيه يعني دندشه كتير في الشعر، لا الشعر لازم يبقى ملموم، يا اما بكحكه يا اما بديل حصان او بطفيره، بحيث ان هو ما يبقاش احنا مش رايحين فرح، احنا بنقول احنا رايحين نعمل انترفيو. برضو الاكسسوارات اللي بتبقي لابساها، ما فيش اكسسوارات كتير بتبقي لابساها عشان خاطر ما يعملش دوشه في اثناء المقابله، يعني هو يعني خاتم، ما فيش داعي للغوايش للسناسل الحاجات الكتير دي. برضو الميك اب ما يبقاش فيه الميك اب الهادي، ما يبقاش فيه ميك اب زاعق قوي، بحيث ان ما يبقاش شكلك وانت داخله يبقى غير مقبول، لازم يبقى شكل الواحد وهو داخل يبقى مقبول. برضو الحلق اللي مثلا اللي هيتلبس ما يبقاش حلق مدلدل، حلق صغير وما يبقاش باين، لان الشغل بيبقى معتبر ان انت بتتدخلي تشتغلي، مش داخله تعرضي نفسك، لا انت داخله تشتغلي، فلازم يكون المكان واللبسك مناسب للايه للمكان ده. نكمل مع بعض. طبعا احنا قلنا على المساحيق والمكياج والحاجات دي. طبعا احنا زي ما احنا شايفين كده لازم يكون اللبس فيه وقار، يا اما بدله يا اما يا اما تغيير، سواء للولد او للبنت. طبعا الاحذيه ما بتبقي لابسه حذاء، مش لازم الحذاء يبقى بكعب عالي، يعني يا ريت يبقى كعب يا دوبك حاجه بسيطه، علشان وانت داخله ما تعمليش صوت على البلاط، وانت داخله تعملي صوت، دي مهمه جدا، انا وانا داخله ان خطوات رجلي ما تتسمعش، دي مهمه قوي في الاحذيه، يعني ما بروحش بكعب عالي، لان في اماكن معينه ما بتطلبش ان انت تبقي لابسه كعب عالي، لازم يبقى الكعب اما زحافي يا اما كعب بسيط جدا، وده مهم قوي بالنسبه للولد وبالنسبه للبنت، اللي هو الحذاء يبقى وانت داخل او انت داخله ما يبقاش في صوت على البلاط او على المكان، وانت داخله تعملي صوت تبقي عامله دوشه لافته النظر كده. طبعا المقابله الشخصيه دي لازم يكون عندي ان انا اسيب بصمه للشخص اللي بيعمل معايا المقابله، يعني اسيب تكه بحيث ان هو يبقى فاكر ان انا مثلا لما يجي يقارن بيني وبين الناس اللي اتقدمت، يبقى لا يقول لك ده عمل قال كلمه فيها ابتكار فيها ابداع ان انا اقدر اخده. تمام، نكمل مع بعض. احنا طبعا اتكلمنا هنا عن الحذاء.
طبعا هنا بنقول مفيش مبالغة في اللبس ده، مهم جدا. طبعا الكولادات والحاجات دي احنا قلناها. الحقيبة يعني يكون حقيبة صغيرة، ما تكونش شنطة كبيرة كده واخداها معاكي. وطبعا وانتي داخلة بتحطي الحقيبة جنبك على الكرسي، ما يعني جنبك على الارض، ما بتحطهاش على رجلك، ما تسيبيش الشنطه على رجلك، لا بتحطيها جنبك على ايه، على الارض، وتبقى رجليك الاثنين مضمومه وانت قاعده في المقابله الشخصيه. طبعا في، طبعا احنا قلنا في اماكن الناس فيها بتلبس تيشرتات، فلازم برضو اعرف الايه الفورم بتاع المكان ايه. يعني انا لو هقدم مثلا رايح محل هيبيع ملابس، هعرف اليونيفورم بتاعهم ايه، هيبقى ممكن تيشرت وبنطلون، فاروح بتيشيرت وبنطلون، مش لازم اروح ببدله، لان رايح هشتغل مثلا ايه، هبيع في المحل، هتعامل مع العملاء، هعرف هعمل هسوق هنقل بضايع، هسلم طلبات، فلازم اكون عارف الايه نوع اللبس اللي انا رايح بيه المكان دوت. ان انا لو انا مكان هشتغل فيه شغل فني، فممكن اروح ببنطلون وتيشيرت حسب ما هو يقول في الايه، حسب ما انا اعمل السيرش بتاعه واشوف هو انا المطلوب مني ان انا اروح بلبس شكله ايه. نكمل مع بعض. طبعا الفورم، طبعا احنا بنقول هو اللبس الرسمي اللي ممكن يكون قميص وبنطلون او بدله او كرافته للولاد، وجيبه او بنطلون وقميص للبنات. وهو بيبقى ايه، لبس ساده خالص، يعني ما بقاش فيه حاجه منقوشه، يا اسود يا ابيض يا لبني يا كحلي. ما ينفعش يبقى القميص منقوش ولا عليه اشكال، سواء بنات او ولاد. يعني ما ينفعش البس قميص مشجر وانا رايح، او البنت تلبس بلوزه مشجره وهي رايحه، لازم اللبس يبقى ساده خالص وانا رايحه اعمل المقابله. طبعا الاكسسوارات للبنات او للولاد، يعني ممكن يبقى حزام للولاد، يبقى حزام او ساعه، ما يبقاش اكتر من كده. وطبعا الحزام يبقى لونه غامق، يعني يا اسود يا ابيض يا اسود يا بني يا كحلي. طبعا البنات ما تبقاش اكتر من ايه، من حلق صغير جدا وساعة، يعني ما يبقاش فيه اكسسوارات كتير لابساها. طبعا تكون الالوان بتاعتها هاديه، ما تكونش فيه الوان ايه زعقة قوي، بحيث ان هي تبقى ما تبقاش ملفته للنظر ومقززه قوي، وانا داخله كده احس ان ايه، لا انا مش متقبله الشخص ده. يعني الالوان الفسفوريه، الالوان دي لا، ما ينفعش ان انا اروح بيها مقابله، دي ممكن اخرج بيها بعد الظهر، لكن ما ينفعش البس الوان فسفوريه وانا رايح اعمل ايه مقابله. طبعا بالنسبه للحذاء احنا قلنا ممكن تبقى منقوشه وممكن تبقى ساده، حسب برضو طبيعه المكان اللي ايه اللي احنا رايحين. طبعا ما ينفعش البس صندل، يعني وانا رايحه ما ينفعش البس صندل. بالنسبه للولد ما ينفعش البس اللي هو الصابوق الشبشب يعني. طبعا المحجبه بتبقى الطرحه بتاعتها ساده، بلاش تبقى منقوشه، وطبعا تبقى الوانها هاديه، ودي مهمه جدا بالنسبه للطرحه، ان انا رايحه مكان الطرحه بتاعتي تبقى ساده، ما تبقاش منقوشه، وتبقى الوانها ايه هاديه. طبعا احنا بنتكلم عن الفورم برضو، ان اللي هو بتبقى زي اللبس زي الجاكيت والكرافته للولاد، والبنات ممكن يلبسوا قمصان منقوشه عادي او فستان فورمه. لا طبعا ممكن الاكسسوارات تكون اكتر من فورم دي. طبعا في بعض اماكن بتبقى طالبه كده في الانترفيو، يعني انا بشوف الانترفيو طالب مني ايه، ان انا اروح ببدله شكلها ايه، الكرافته شكلها ايه، الالوان دي حسب الموجود عندي في الابليكيشن، اللي هو العرض بتاع الوظيفه اللي انا بقراه. لو هو مش مكتوب يبقى انا بروح ايه باللبس الايه الرسمي بتاعي، لكن هو لو طالب حاجه معينه انا بروح بالايه بنفذ المطلوب ايه ان انا اروح بيه. طبعا اللبس الكاجوال ده بقى اللي هو طبعا اللي احنا بنخرج بيه عادي، زي التيشيرت زي السويت شيرت، البنطلون الجينز، الاحذيه الرياضيه. في اماكن مثلا لو حضرتك رايحه مكان في ملابس رياضيه او احذيه او حاجه هتبيع ملابس رياضيه، يبقى انا بالتالي ان انا هروح كاجوال، هروح بلبس رياضي عادي، مش هروح ببدله وكرافته وكده. يبقى انا بروح حسب ايه، حسب الطلب بتاع المكان اللي انا ايه رايحه. لكن انا لو رايح شركه او مصنع، هقدم في وظيفه مثلا ان انا هقعد مراقب او محاسب او
او فني او هقابل العملاء او كده، يبقى لازم يكون اللبس بتاعي ايه مناسب. لكن انا لو رايح راجل فني اشتغل فني، يبقى انا هروح بتيشيرت وبنطلون عادي، بس يكون طبيعه الايه يعني شكلي يكون محترم. طبعا الولاد يكون ايه شعره يعني مقصوص، ما يكونش شعره طويل، يكون شكله مناسب للمقابله. البنت طبعا احنا قلنا الشعر بتاعها هيبقى ايه ملموم بكحكه او بضفيره او ديل حصان، ما يبقاش ايه سايب ولا منقوش، لان انت مش رايحه ايه مش رايحه فرح. نكمل مع بعض. احنا طبعا اتكلمنا طبعا عن ايه البلوزه، ان احنا قلنا البلوزات تبقى بيضه، كل ده احنا قلناه. الحذاء لو انا عايزه احط وشاح، بيبقى وشاح خفيف كده ويكون لونه غامق، ما يكونش الوان ايه فقع. يعني في بنات بتحب تحط شال كده، فالشال اللي انا احطه يكون ايه شال غامق، ما يكونش شال ايه فاتح، ويكون محطوط على الكتف، يكون شكله شيك وانت رايحه. طبعا نيجي بقى لاهم جزء اللي هو البرفانات والعطور. طبعا ممنوع في المقابله ان انا ابقى داخل حاطط برفن او حاطط ريحه فذه، لان ده بيبقى بيترفض على طول في المقابله. يبقى اهم حاجه ان انا وانا رايح المكان ده ما اكونش حاطط برفن او حاطط عطور تكون ريحتها فذه، ان انا يعني وانا داخل كده تبقى الريحه بتاعتي داخله قبل ما قبل مني. ده طبعا بيترفض رفض تام في المقابله بتاعه الايه الانترفيو. نكمل مع بعض. ان احنا بنقول هنا عندما يتعلق الامر المقابلات الشخصيه، يجب ايه الابتعاد عن ايه عن العطور القويه والمكياج الصارخ الذي يعطي انطباع غير لائق، لذا ابتعد عن الالوان ايه الصارخه والالوان ايه الغير لائقه. لازم ابتعد عن العطور وعن المكياج الصارخ اثناء المقابله. نكمل مع بعض. طبعا تسريحات الشعر زي ما احنا قلنا، تسريحه الشعر لازم تبقى الشعر ملموم من ورا بكحكه او بضفيره او ديل حصان، ما يكونش ايه شكلي مختلف عن كده. ده بالنسبه بقى طبعا الرجال، احنا قلنا ايه تكون الالوان بتاعه البدل يا اما كحلي يا اما رمادي يا اما اسود، ما تكونش الالوان بتاعتها مختلفه عن الالوان دي. برضو قلنا عن الحذاء، اتكلمنا عنه. نيجي بقى نتكلم عن المقابله نفسها بقى. لما اجي اروح اقابل مقابله، طبعا اول حاجه احنا بنقول ان انا بحسب بعمل ايه، بعمل بحث على جوجل من خلال موقع التواصل الاجتماعي عن الشخصيات التي تستعد للقاء. هم مين؟ لازم اتعرف على الشخصيات بتاعه الشركه نفسها، يعني انطباعات الشركه نفسها ايه. اكيد يعني هتلاقي بقى من خلال ده ان انا الشركه اللي انا رايحها دي هعرف عايز اعرف طبيعتهم ايه، بيتعاملوا مع بعض ازاي، طريقة التعامل ازاي، بحيث ان انا وانا قبل ما اروح لازم اعرف الشخص اللي هيقابلني ده يعني هقابله ازاي وهتعامل معاه ازاي. ده مهم جدا، هقابله ازاي وهتعامل معاه ازاي. فلازم اعمل ايه سيرش على الايه الموظفين على المكان اللي انا رايحه قبل ما اروح، لان ممكن ان انا وانا بعمل سيرش الاقي نفسي غير مناسب للمكان ده والاقي نفسي مناسب لمكان تاني. يبقى انا ايه ما ضيعتش وقتي وما ضيعتش فرصه على حد ممكن يقدم ايه في المكان ده. يبقى انا إيه لازم اشوف المكان ده هل مناسب ليا ولا مش مناسب ليا في الاول. هل المكان دوت هقدر اتعامل مع الناس اللي شغاله فيه ولا مش هقدر، لان انا مش بروح اشتغل بس، لا انا بروح اشتغل واتعامل مع شخصيات، لازم يبقى ازود خبرات، ازود ابتكار، اعمل ابداع فيه. انا رايح ازود في المكان وازود لهم الانتاج بتاعهم، مش رايح اني موظف اادي وظيفتي وبس، لا لازم يكون ده الهدف الاساسي من الوظيفه، ان انا بثبت نفسي وبثبت وجودي داخل العمل بتاعي وبثبت اسمي ليا، بعمل اسمي ليا، ببني نفسي. نكمل مع بعض. اول حاجه طبعا هنا في المقابله اكبر غلط ان انا ادخل كده داخل حاطط ايدي في جيبي وبسلم الانترفيو، ما ينفعش. لا ده اكبر غلط، ان انا ما ادخل مكان بدخل عادي شخص عادي جدا، ايدي بتبقى جنبي وما بسلمش على الايه اللي بيعمل معايا الانترفيو. لو هو فرض سلم عليا لازم يبقى ايدي زي ما احنا شايفين كده، تبقى ايدي مستقيمه
ما تميلش يمين وما تميلش شمال، يبقى ايدي مستقيمه، لان معنى ميل ايدي يمين او شمال ان انا بتدل على الشخصيه الضعيفه او المسيطره. طبعا المقابله هنا يصعب الوصول اليها احيانا لحظه حاسمه تحدد مصيرك المقبل، يعني المقابله دي بتبقى هي تحديد المصير زي اللي داخل امتحان بالظبط كده. فلازم اكون يعني المقابله بتاعتي يكون مبتسم، هشوف العبارات اللي هو بيقولها وابدا ارد عليها، ما اكونش خايف ولا متردد في المقابله بتاعتي. طبعا هنا الانسه لما دخلت قعدت وحطت الشنطه على رجليها، طبعا ده اكبر غلط. احنا قلنا الشنطه بتتحط جنبك على ايه، جنب رجلك كده جنب الكرسي اول ما بتدخلي، وتبقي قاعده مستقيمه وايدك بتبقى ثابته ما بتتحركش خالص اثناء الايه الحديث. طبعا هنا هما بيملوا الابليكيشن، ففي كاميرات شايفاهم وهم قاعدين، فطبعا بتحدد مين اللي قاعد صح ومين اللي قاعد غلط. فاحنا هنلاقي اللي هي ناحيه الشمال اللي هي الانسه اللي قاعده، طبعا هي قاعده كده قاعده غلط، واللي جنبيها برده كذلك قاعد غلط، واللي في النص برده قاعد غلط، لكن الاثنين التانيين اللي هو لابس بدله سودا واللابسه بنطلون بينك وبلوزه بيضة، دول الاثنين اللي قاعدين صح. فهو بيتحسب من هو شايف بالكاميرا من جوه مين اللي قاعد صح ومين اللي قاعد ايه خطا في وهم قاعدين مستنيين الدخول او ميعادهم في المقابله. طبعا الرهبه والحسوس، الاحساس بالرهبه والخوف والاحساس بالتوتر والقلق ده طبعا ده بيؤدي للفشل، فلازم اكون احاول اثر عليه ان انا ايه اكون هادي على قد ما اقدر، ما يكونش المشاعر بتاعتي فيها خلل، احاول ان انا داخل لازم اجتاز المقابله دي ولازم اخد المكان بتاعي ده. طبعا هتبع بعض الخطوات اللي هتساعدني على نجاح المقابله وان انا اخد الوظيفه دي واركز في الخطوات دي كويس جدا. طبعا هنا الشخص ده قاعد، هما بيعملوا معاه المقابله، هو قاعد طبعا احنا لو شايفين ان هو مش قاعد لازق في الكرسي، قاعد بعيد عن الكرسي، في ميله شويه في كتفه فاللي هو مدينا ظهره، فبالتالي ان هو كده عنده عدم ثقه وعنده خوف وتوتر. لا، لازم اكون داخل قاعد قاعده مستقيمه واكون فارد ظهري واكون عندي الثقه بالنفس، ما اكونش ايه متوتر، ما اكونش عندي ايه توتر وانا قاعد، ولازم قاعد كده فارد نفسي كده ويكون قاعد مظبوط على الكرسي، ما يكونش قاعد على نص الكرسي، ويبقى باين باين اللي قدامه الثقه بالنفس، ويركز قوي في الايه في الشخص اللي بيتكلم معاه، ويحاول يكون عينه عليه وايه مركز في كل كلمه هو بيقولها. نكمل مع بعض. طبعا تعتبر مقابله العمل اللي هو الانترفيو هي المفتاح الرئيسي لحصول على وظيفه ما، ولكن كثير منا قد يفاجئ ببعض الاسئله، رغم ان الحقيقه تقول ان ايه 90% من اسئله الانترفيو هي اسئله مكرره. يعني انا لو انت دخلت على الموقع هتلاقي ان في اسئله كتير بتتكرر، وهي اسئله يعني زي نفس الاسئله بس بتختلف في ايه في طبيعه في رصد السؤال، او ان انت السؤال ما كنتش متوقعه، او يقول لك السؤال بصيغه اخرى. طبعا احنا هنا لازم ايه، احنا بنتكلم برضو عن الهدوء، احنا عايزين نشوف بقى الايه طريقه التعامل مع الانترفيو. واحنا قلنا نقلل، بلاش السلام، يعني بلاش تدخل تسلم، وبلاش يبقى عندك احباط وانت داخل ان انت يعني خايف لما تتقبلش او تتقبل، دي مهمه قوي. اهم السمات الشخصيه التي لابد ان تتوفر بالشخص، ايه هي السمات الشخصيه اللي لازم تتوفر فيك قبل ما تروح الانترفيو دي؟ اول حاجه الثقه بالنفس مع الحرص على ايه تفادي اي لمحه من الغرور، يعني ما تدخل انا عندي او ثقه بنفسي لكن انا انسان مش مغرور، ما وصلش نقطه الغرور دي للي قدامي، لان انت كده مش هتتقبل. يحاول الشخص ان يتحدث دون ايه لعسمه، يعني ما يبقاش فيه توتر او ان الكلام مش خارج مخارج الالفاظ مش واضحه، لازم يكون الشخص واضح قوي هو بيتكلم، لازم يكون الكلام فيه طلاقه وفي تسلسل في الوقت نفسه. الإجابات من المفضل أن تكون مختصرة
وفي صميم السؤال وعدم الخروج عن محتوى الأسئلة. يعني ايه؟ يعني انا ما اطولش قوي في الإجابة، الإجابة تكون 1 2، ما تزيدش عن كده، وما اخرجش عن ايه، عن نطاق الأسئلة اللي بتتسأل، ما افتحش مواضيع تانية مع خارج نطاق الايه الأسئلة. يستخدم الشخص اللغة التي من المفترض أن تقوم على أساسها المقابلة أو الانترفيو. يعني أنا بعمل انترفيو ما تفزلكش بقى وأقعد أقول كلمات إنجليش وأقعد مش عارفة إيه، لأ أنا عايز إيه، أنا عايز أتكلم، إحنا بنتكلم لغة عربية. لو حصل أي فزلكة أو نطقت أي لغة إنجليش أثناء المقابلة بتترفض، لأن إحنا مش عايزين في المقابلة دي نعمل إن إحنا مش جايين نستعرض إن أنا معايا لغة، لأ أنا جاية بسأل السؤال وبجاوب عليه، بتسأل السؤال وبجاوب عليه، ما ايه مفيش داعي ان انا اخرج على نطاق اللغه اللي ايه المفروض ان انا اتسال بيه. هو لو بيسالني انجلش هجاوب انجلش، هو بيسالني عربي يبقى هجاوب عربي. مفهوم؟ نرجع مع بعض تاني. مع تجنب الحديث بالخلط فيما بين اكثر من لغه، يعني انا زي ما احنا قلنا كده ان انا ما اخلطش بين ايه بين لغتين مع بعض. يحضر الشخص كل الوثائق المستندات، يعني لو عندي شهادات، عندي ورش عمل حضرتها، عندي خبرات اخدتها، عندي اي وثائق انت حضرتها، حتى لو حضرت معسكر في مركز شباب برضو باخد الشهاده معايا، والتي تغرز موقفه، يعني بتعزز موقفه طبعا، وبتثبت الجداره بتاعته عشان يحصل على الوظيفه دي. اهم بقى النصايح الموجهه لكافه المقبلين على الايه على الانترنت. ايه هي النصائح اللي ايه اللي ممكن نوجهها ليكم بقى؟ طبعا لابد من ان يصل الشخص لمقر المقابله في الوقت المحدد دون تاخير. يعني انا بشوف ميعاد الميعاد بتاعي امتى واوصل في الميعاد المحدد بيه، ممكن اوصل قبليها ب5 دقائق لكن ما اوصلش متاخر، ده مهم جدا. انا ميعاد المقابله بتاعتي هيبقى الساعه 10، ابقى هناك 10 الا ربع، يبقى ايه ليه؟ لا عشان يبقى ابين ان انا ملتزم بالمواعيد من الاول خالص، مش ايه مش شخص متاخر وشخص غير ملتزم، وهبقى موظف غير فعال. كل ده مهم، ايه مهم جدا. نكمل مع بعض. ازاي بقى اجاوب على ايه طبعا اجاوب على الاسئله الموجهه للشخص تكون غايه في التنوع لايه لمس قدرات المتقدم للوظيفه. يعني انا ما بتسال اسئله، ممكن في اسئله معينه عشان اشوف الايه طبيعه الشخص ده، هل ملائم للوظيفه ولا غير ملائم. الافضل ان يكون الشخص حاضر بمقر المقابله طبعا قبل ان يحين موعدها، ده احنا قلناها، مع الالمام بالقدر الكافي من المعلومات والبيانات الخاصه بها ومعرفه سياساتها ونظم الاداره ده الخاص بايه بالمكان الموجود فيه، معرفة رسالة الشركة ورؤيتها مع الإدراك التام لمختلف القيم الجوهرية التي تقوم على أساسها الشركة. طبعا الشخص لازم محاولة أن يبحث الشخص عن الإجابات المماثلة عن الأسئلة الأكثر شيوعا أو المتوقعة في الانترفيو. يعني باخد فكرة عن ممكن الأسئلة اللي ممكن أتسألها إيه، بحس أن أنا إيه أبقى عارف لو اتسألت السؤال ده هجاوب إيه. طبعا أنا بحاول أظهر الحرص على الإظهار المهارات الشخصية إيه اول للقائمين على الايه على المقابله. يعني بحاول اظهر مهاراتي بس ما بستعرضهاش، يعني بحاول ان انا انا بعرف اشتغل على المكنه، بس ما بينش بقى ان انا لا ده انا بريمو وانا ما حدش بيعرف يشتغل غيري، لا لازم اكون بعرض المهارات بتاعتي ان انا ممكن ايه لو هو امتحني على المكنه، امتحني على المكنه وقال لي تعالي اشتغل عملي، يبقى انا هبين مهاراتي على المكنه وانا بشغل عليه، لكن ما حاولش ان انا استعرض المهارات دي. طبعا التواصل بالعين، ان انا بتواصل مع الشخص اللي قدامي بالعين، يبقى عيني في عينه عشان ابقى فاهم هو بيسالني السؤال. ممكن يكون بيسالني السؤال ويكون الغرض من السؤال سؤال تاني خالص، فاقدر اجاوب على اللي هو عايزه، واكون مركز جدا جدا مع ايه اللي بيعمل معايا المقابله. طبعا يجب عليك الحفاظ على طوال الوقت على التواصل المباشر بالعين والنظر المباشره في ايه في عين المقابل ليك، يعني دون ان يشعر بانك تحدق بعينه. يعني انا ببص لكن مش ببحلق كده وبين له انا ايه، لا انا كشفك انا قاري السؤال في عينك، لا انا مش عايزين ده، احنا عايزين نبقى النظره بتبقى عاديه خالص جدا، بس بتبقى فيها تركيز بحيث ان انت ايه تبان ان انت عايز تجاوب وتكون وتاخد الوظيفه دي وانت مناسب ليها.
طبعا اهم حاجه الابتسامه، مش ان انا ابقى فاتح بقي قوي، لا ابتسامه عاديه، ما يبقاش مكشر، ما يبقاش ملامح وشي مكشره، لا لازم تكون ملامح وشي مبتسمه، لان انت داخل تعمل تقابل ناس، فالناس دي مش لازم تشوف وشك كشر ومتضايق، لا لا عايزاك تشوفك مبتسم كده وانسان مقبل على الحياه ومحب للحياه، علشان ايه هم عايزين روح العمل تبقى موجوده فيها روح حلوه، ما تكونش فيها ايه مشاكل ايه او في حد متضايق او حد عنده مشاكل، لا لازم اكون رايح في ابتسامه جميله، في اشراق كده للحياه، عندي امل، عندي تفاؤل، ده مهم جدا في ايه في المقابله، بيدي انطباع حلو قوي للي ايه اللي بيعمل معايا المقابله. نكمل مع بعض. طبعا اهم حاجه بقى احنا قلنا عليها، ان انا اقعد ابقى كان قاعد على الكرسي، قاعد قاعده مستقيمه فيها ثقه من النفس، ما تكونش ايه قاعد قاعده مهزوزه كل شويه اتحرك من على الكرسي، كل شويه احس ان انا كاني هقع، لا انا احنا عايزين القعده بتاعتي تبقى مستقيمه وتبقى فيها ثقه بالنفس، ما تكونش فيها اي توتر خالص اثناء ما انا جالس المقابله. الايماءات والاشارات، ان انا طبعا ما اقعدش كل شويه احرك ايدي واعمل واعلق واعمل حاجات، لا لا لازم يكون ايه اتجنب الايماءات والاشارات اللي انا ايه ان انا احرك ايدي او ان انا ايه اظهر بمظهر مش ايه مش حلو. طبعا التحدث ببطء ووضوح ده مهم جدا، تجنب التصنع الزائد، وده قلناه ان انا مش عايزه اتصنع ولا ابين ان انا احسن من ايه من اللي قدامي، لا ولا اظهر مواهبي ولا اكون مغرور، انا ببين شخص طبيعي جدا جدا في المقابله بشخصيتي الطبيعيه، ما اكونش متزايد عنها. محاكاه المقابله، لازم يكون في حوار بيني وبين المقابل اللي بيعمل معايا المقابله، يكون في حوار متبادل، ما يكونش ان انا مستني ان هو يكلمني او ان انا اقطم معاه في الكلام، لا انا عايز يبقى في حوار اثناء ايه اثناء المقابله. ترك علامه جيده، طبعا ده مهم جدا ان انا ايه ادي بصمه للمقابله دي، ان انا ازاي اكون ان انا عايز المكان ده، فايه هدي فكره، هدي لمحه، هعمل اي حاجه تخلي تلفت نظر اللي قاعدين ان انا ايه انا الاساسي ان انا ممكن اتاخد في ايه في الوظيفه دي. طبعا لا ما تسرعش في سرد الامكانيات، يعني انا ما قلنا زي ما احنا قلنا ما افردش عضلاتي قوي واقول ده انا هعمل كذا، لا انا خليها لما تيجي في ايه في وسط الاسئله اللي ايه اللي هتيجي. طبعا الخبره السابقه، بحكي الخبره السابقه لو انا عندي خبرات سابقه بقولها، ما اقولش انا لا ما اعرفش، دي مهمه جدا مش عايزينها. لازم استمع للسؤال كويس جدا واستمع ليهم جيدا. برضو اسال وتفاعل، ما هي نقاط قوتك وضعفك، ده مهم قوي ان انا هو ده هيسالني ايه هي نقاط قوتك وضعفك، لازم ابقى عارفها ولازم اقولها. تدي نبذه بسيطه عن شخصيتك، يعني يخبرني عن نفسك، ليه بقى احنا نوظفك في الوظيفه دي، لازم برضو تقول انا ليه هتوظف في الوظيفه دي. هتتوقع يكون راتبك ايه، ممكن تحدده، لو انت عملت سيرش عن المكان ممكن تحدد الراتب بتاعتك، الراتب بتاعك يكون ايه، بس يكون في حدود المكان اللي هو بيديه، ما يكونش اعلى منه ولا يكون اقل. لو انت متوظف قبل كده هتقول ليه سبت الوظيفه، ما تقولش سبب المكان، عيوب المكان اللي انت كنت فيه، قول اي سبب تاني بس ما تقولش اي عيوب للشركه، عشان ده بيخوف الناس اللي انت رايح تشتغل عندهم، هيقولك زي ما فضحت الشركه اللي قبل كده هتفضحنا احنا كمان. طبعا ليه عايز تتوظف في الوظيفه دي، هتقول ليه. ممكن هيسالك بقى اسئله بقى تانيه هيقول لك عليها برضو، انت ممكن تزود عندنا خط الانتاج ازاي، ايه فكرتك في الابتكار والابداع، لازم اكون مجهز ده عندي، مجهز عندي ايه فكره ان انا ازاي اكون مبدع، ازاي اكون مبتكر، ازاي اعرف اوصل للمكان بتاعي دوت، ان انا اجدد فيه وازود الانتاج، ده مهم جدا ان انا اكون عندي خطة الابتكار والابداع، وان انا اكون قايل لهم انا عايزة اعمل كذا وكذا، او اكون مجهزة بحيث ان انا ازود الانتاج للمكان اللي انا فيه، او هعمل خطة جديدة للادارة بتاعة المكان. كده احنا عرفنا ازاي نقدر نعمل انترفيو، ازاي نعمل مقابلة كويسة، ازاي نقدر نقدم في وظيفة،
طبعا اتمنى لكم التوفيق والنجاح، واتمنى ان تكون الحلقه دي اثمرت عندكم يعني جانب فني حلو وتقدروا تستفيدوا منها. وانا يعني احنا تحت امركم في اي سؤال على الجروب وعلى الصفحه بتاعه القناه، واتمنى اشوفكم على خير الحلقه القادمه ان شاء الله. فرصه سعيده.